كان الصحابة رضي الله عنهم في مجالس الفقه يذكرون شيء من القصائد وأشعار العرب يروحون بها عن أنفسهم. سأذكر قصيدة الإمام الشافعي رحمه الله يرغب فيها في السفر، فقال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي السفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار واش وحاسد. فقال الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا من أجل المقاصد العظيمة، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. خمس فوائد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الأسفار. قال: تفرج هم، لأن الله جل جلاله قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالوا: سعة من الضلال إلى الهدى ومن الفقر إلى الغنى. تفرج هم واكتساب معيشة. الله سبحانه وتعالى يفتح الإنسان الخارج في سبيل الله لطلب العلم ونشره أبواب الأرزاق، وعلم يكتسب الإنسان العلوم، كما الشافعي رحمه الله سافر من مكة المكرمة إلى المدينة فأخذ عن مالك، ثم سافر إلى اليمن وأخذ عن أهلها الحديث والفراسة، وذهب إلى أهل العراق وأخذ عنهم الرأي القياس وعلوم الفقه، وذهب إلى مصر وأخذ عن الذين أخذوا عن ليث بن سعد رضي الله عنه. وعلم وآداب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزو مع غير قومك يحسن خلقك، يحسن هذا الخلق. وصحبة ماجد، إما قصد الشافعي رحمه الله الماجد هو الله سبحانه وتعالى في هذا السفر، أي المتفضل بالسخاء والعطاء إلى ما لا نهاية، وإما الإنسان يعني يلقى الناس الفضلاء وأهل السخاء فيكون بينهم إكرام. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، بعض الناس يعني يثبط والأسفار فيها ذل ومحنة وقطع الفيافي مسافات طويلة جدا، فقال الشافعي رحمه الله: فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. لأن الإنسان إذا قام في مكان يعني مدة طويلة وظهرت عليه نعم الله سبحانه وتعالى، هذا يغار منه فيشي به عند الحكام كما كان يحصل مع العلماء من الأعداء، ومنهم من يكون حاسد يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. فهذه قصيدة من قصائد الإمام الشافعي رحمه الله فيها الخير الكثير.